بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بكم في المحاضرة 18 والتي سأخصها بإذن الله للفصل السادس، الفصل الخامس والفصل السادس. طبعا إن شاء الله المحاضرة القادمة أيضا حتكون للاحتمال تكون الفصل السادس وأيضا الفصل السابع. الفصل الخامس كان الموضوع يتكلم عن المعادلات الخطية، وعرفنا المعادلة الخطية هي على الصورة AX زائد B تساوي صفر، حيث الـ A لا تساوي الصفر، والـ A والـ B أيضا أعداد حقيقية. الـ X هي متغير أو هي المجهول. تسمى هذه المعادلة بالمعادلة الخطية لأنها تمثل خط مستقيم في المستوى الإحداثي، لو رسمتها لحصلت على خط مستقيم. طبعا تكلمنا عن خصائص التساوي، وذكرنا بأن المعادلة شبيهة بالميزان، فإذا أنا نفذت أي عملية في الجهة اليسرى لابد أن أنفذ أيضا نفس العملية في الجهة اليمنى حتى أحافظ على عملية التساوي، سواء كانت العملية جمع أو طرح أو ضرب أو قسمة. أخذنا عدة أمثلة فأذكركم بهذا المثال، احنا حليناه طبعا سابقا ولكن أيضا أحل لكم مرة أخرى حتى تتضح الصورة. لاحظوا معي، متفق معكم دائما نضع المجاهيل في طرف والأعداد في طرف، وإذا أردت أن أنقل أي عدد من طرف إلى طرف آخر بإضافة المعكوس الجمعي في عملية الجمع أو بالضرب في المعكوس الضربي في عملية الضرب والقسمة. لاحظوا معي الآن الإكسات حضحها أو أتركها على الطرف الأيسر، إذا 5X وأضيف المعكوس الجمعي ل2X اللي هو سالب 2X للطرفين حيساوي طبعا تبقى 8، وحضيف المعكوس الجمعي لسالب 4 اللي هو كم؟ موجب 4. 5X ناقص 2X حتعطيني 3X، حتساوي 12. 8 زائد 4 12، إذن X حستنتج أن X تساوي 12 على 3 وتساوي 4. إذن قيمة X عندي هي 4. لو عوضت بأربعة في المعادلة، نتأكد لو عوضت بأربعة في المعادلة حيصير معي الآن 5 في 4 20، أو عفوا هنا 5 في 4 20 ناقص 4 16، إذا الطرف الأيسر 16 والطرف الأيمن حيكون طبعا 2 في 4 8 وزائد 8 أيضا 16. إذا أنا أقوم بعملية التعويض أو للتأكد فقط. طيب نأتي الآن إلى الـ المثال الذي يليه مباشرة، إن شاء الله واضح. نعم، 7x minus 10 equals 4x plus 5، نفس الخطوة بالضبط، حضيف المعكوس الجمعي لسالب 4 الموجب 4x للطرفين، إذا 7x حضيف سالب 4x للطرفين حتساوي 5، وحضيف أيضا موجب 10. 7x ناقص 4x تعطيه 3x حتساوي 5 و10 15، إذن X حتساوي كم؟ 5. لو عوضت بالخمسة في المعادلة، 7 في 5 35 ناقص 10 25 حتساوي 5 في 4 20 زائد 5 أيضا 25. إذا أنا جالس أنا أتأكد من الحل بالتعويض في المعادلة الرئيسية. حل المعادلة الخطية الكسرية التالية. طبعا لاحظوا هذه المعادلة هي فيها كسور، فأنا حتى أحل هذه المعادلة حطبق المضاعف المشترك الأصغر أو المضاعف المشترك البسيط، حستفيد من المضاعف المشترك البسيط للتخلص من المقامات. واضع عندي المضاعف المشترك البسيط هو 12، لاحظتوا؟ هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية ممكن أضرب المعادلة كلها في 3، ثم أضرب المعادلة كلها في 4، ثم أضرب المعادلة كلها في 2، ولكن الأفضل لو ضربت المعادلة كلها في 12. لاحظوا معي الآن 12 هو المضاعف المشترك للثلاثة والأربعة والاثنين. 12 ضرب X زائد 1 على 3 ناقص 12 مضروبة في X على 4 حيساوي 12 مضروبة في نص. لا، لو اختصرت 12 مع 3 حيبقى عندي 4 X زائد 1 ناقص 12 على 4 فيها 3 X حيساوي 12 على 2 فيها 6. الآن أفك القوس، 4 في X 4 X، 4 في 1 أيضا موجب 4 ناقص 3 X تساوي 6. أصبحت معادلة خطية بسيطة واضحة الآن، 4x ناقص 3x فيها موجب x، و4 حشيلها للطرف الآخر، إذا 6 حضيف الأربعة هنا حتصير سالب 4،
معناها x حتساوي كم؟ x حتساوي 2. لو عوضت باثنين تأكد ونشوف. لو عوضت باثنين في المعادلة، 2 زائد 1 فيها 3 على 3 فيها 1 ناقص. لو عوضت باثنين إذن حيعطيني 2 على 4 نص حيساوي نص، 1 ناقص نص حيعطيني نص حتساوي نص، إذن التعويض صحيح والحل صحيح 100%. أوكي، إذن أنا سويت حليت المعادلة ثم تأكدت من حلي في المعادلة الرئيسية. نفس القضية بالضبط، الآن عندي هذه المعادلة أيضا معادلة كسرية، فبنفس الطريقة حجيب المضاعف المشترك الأصغر أو البسيط لهذا المقامات. طبعا واضح المقامات عندي حيكون مضاعف المشترك هو 10، حضرب 10 في المعادلة كاملة، لاحظوا معي 10 مضروبة في 5، طبعا 5 ما أنسى 5 الأولى هذه، ناقص حضرب 10 في القوس 3x ناقص 4 مقسومة على 5 حيساوي أيضا حضرب 10 في 7 ناقص 2a على 2. لاحظوا معي أستخدم الأقواس حتى أحافظ على سلامة الحسابات. 10 في 5 50، حشطب العشرة على 5 حيبقى لي 2، 3a ماينس 4 أيضا حشطب العشرة مع 2 حيبقى لي 5 في 7a 7 عفوا ناقص 2a. أوكي طيب، الآن أفك الأقواس، إذن 50 ناقص 6a زائد 2 في 4 8، سالب 2 في 3a سالب 6a، سالب 2 في سالب 4 موجب 8، حيساوي 5 في 7 35 و5 في سالب 2a سالب 10a. حبدأ الآن أضع المجاهيل في طرف والأعداد أو المعالم في طرف آخر بإضافة المعكوس الجمعي. إذن سالب 6a زائد 10a حيساوي 35 و50 و8 58 حنقلها في الطرف الآخر، إذا ناقص 50 ناقص 8 ناقص 6a موجب 10a حيعطيني 4a حتساوي، أحاول أختصر هذه الكمية اللي هنا، 35 ناقص 50 فيها سالب 15، سالب 15 وسالب 8 سالب 15 وسالب 8 حتعطيني سالب 23، إذا سالب 15 مع سالب 8 حتعطيني سالب 23، إذا A حستنتج أنها تساوي سالب 23 على 4. لو عوضت بهذه القيمة في المعادلة لو حصلت على أو تأكدت من الحل إن شاء الله يكون صحيح. خلوني بس أعمل مراجعة سريعة جدا لعملية الحل. واضح المضاعف المشترك للمقام هو 10، إذا 10 حضربها في المعادلة، 10 في 5 ناقص 10 في 3A ناقص 4 أوكي حيساوي 10 ضرب 7 ناقص 2a على 2، اذا 50 حضرب الان سالب 10 في 3a عفوا اختصرتها طبعا فيها 2، نعم فيها 2، اذا 2 واختصرت هنا فيها 5 ممتاز. اوكي حضرب الان سالب 2 في 3a سالب 6a، سالب 2 في سالب 4 موجب 8، و5 في 7 35 و5 في سالب 2a سالب 10a، اذا احاول اجمع الان سالب 6a موجب 10a تعطيني موجب 4a، و 35 35 ناقص 50 ناقص 8 حيعطيني ناقص 23، 35 ناقص 50 فيها سالب 15 سالب 15 وسالب 8 حتعطيني سالب 23، اذا A حتساوي سالب 23 على 4. خلوني احل هذه المعادله ايضا، لاحظوا معي هذه معادله بسيطه مجرد فك اقواس فقط، اذا لاحظوا حضرب الأربعة الان، اذا 4x زائد 12 حتساوي حضرب 6x 6 في x 6 في سالب 2 سالب 12. الآن أضيف أو أنقل أجمع الإكسات في جهة واحدة، إذا سالب 6x حتساوي سالب 12 سالب 12، إذا أضفت سالب 12 للطرف الأيمن، وأيضا حيكون 4x سالب 6 فيها سالب 2x حتساوي سالب 24، إذا x حتساوي سالب 24 على سالب 2 حيعطيني طبعا موجب 12. إذا قيمة x هي 12، لو حب أتأكد ممكن 12 زائد 3 فيها 15، 4 في 15 فيها 60، إذا الطرف الأيسر 60، المفروض الطرف الأيمن أيضا 60، 12 ناقص 2 10، 10 في 6 أيضا 60، إذا الحل صحيح. طيب أنا كما تلاحظون أنا أحل بشكل سريع لأن هذه عملية مراجعة، أنا سبق وشرحتها بالتفصيل
وكنت بطيء جدا، وكنت أعطي بدل التمرين تمرينين أو ثلاثة تمارين فقط. الآن أنا جالس أحل لكم هذه التمارين بشكل سريع، وإن شاء الله تكون متابعين جيدين معي. لاحظوا معي الآن هذه المعادلة أمامي أيضا بحلها بنفس الطريقة. إذن أربعة حضر بالقوس أو سالب ثلاثة في القوس، إذن سالب ثلاثة إكس سالب ستة زائد إكس حيساوي حضر بالخمسة، إذن خمسة إكس زائد عفوا ناقص حضر بخمسة في سالب واحد، إذن سالب خمسة سالب سبعة إكس. حبدأ أجمع الإكسات الآن. لاحظوا معي سالب ثلاثة إكس زائد إكس وحنقل الخمسة إكس أيضا ناقص خمسة إكس وحنقل هذه موجب سبعة إكس حيساوي الطرف الأيمن سالب خمسة كما هي، وحضيف السالب ستة حتصير موجب ستة في الطرف الأيمن، وأيضا سالب أربعة. لو جمعت الآن سالب ثلاثة إكس موجب إكس سالب اثنين إكس سالب اثنين إكس وسالب خمسة سالب سبعة إكس سالب سبعة إكس وموجب سبعة إكس حيعطيني صفر، حيساوي سالب خمسة زائد ستة واحد، واحد ناقص أربعة سالب ثلاثة. هذا الكلام غير معقول طبعا. ليش؟ لأن واضح أن المعادلتين أو الطرفين الأيمن والأيسر غير متساويين. لماذا؟ لأن المستقيمان طبعا اللي يمثل هذا المستقيم وهذا المستقيم هما عبارة عن مستقيمان متوازيان طبعا في الشكل الهندسي، هما مستقيمان متوازيان. هذا يعني أن المستقيمان لا يتقاطعان في نقطة مشتركة، يعني هذا المستقيم الأول وهذا المستقيم الثاني لا يتقاطعان، لذلك لا يوجد حل لهذه المعادلة. إذن لا يوجد حل لأن المستقيمان متوازيان. وإن شاء الله في الكورس القادم أو في المقرر القادم حأخذها بالتفصيل معنى المستقيمان المتوازيان أو المتعامدان أو المنطبقان على بعض، ونوضحها بشكل أكثر. طيب، طريقة حل. نأتي الآن إلى نظام أو نظام المعادلات الخطية أو النظام المكون من المعادلتين. حتى أتعامل مع هذا النظام هناك طريقتان حنتعرف إليها الآن. طبعا في طريقة ثالثة وطريقة رابعة، ولكن حنأخذ الآن الطريقتين. الطريقة الأولى طريقة التعويض، والطريقة الثانية هي طريقة الحذف. فطريقة التعويض بكل بساطة أوجد قيمة X أو قيمة Y وأعوض بها في المعادلة الأخرى ثم أوجد الحل. لاحظوا معي الآن هذا النظام أمامي الآن، 3X زائد Y تساوي 10 و X minus 2Y تساوي 1. طبعا هنا لو سميت هذه المعادلة الأولى وهذه نسميها المعادلة الثانية. الآن ممكن أنا أوجد قيمة X، إذا أقدر أقول من المعادلة رقم 2 أقدر أوجد X تساوي كم؟ أقدر أوجد X تساوي 2Y زائد 1. لاحظتوا؟ إذا 2Y أو سالب 2Y نقلتها في الطرف الأيمن أو أضفت المعكوس الجمعي لها، إذا X حتساوي 2Y. الآن X تساوي 2Y أعوض بها في المعادلة الأولى. لماذا؟ حتى أتخلص من الإكس وتبقى المعادلة الأولى فقط في متغير واحد اللي هو الواي. إذا لاحظوا معي الآن، إذا من المعادلة رقم واحد لاحظوا معي أصبحت كيف؟ ثلاثة. حشيل الإكس الآن هذه اللي هنا وأضع بدالها 2Y plus 1 زائد طبعا في المعادلة الأساسية Y حتساوي 10. أحاول أحل هذه المعادلة الآن، 6Y زائد 3 زائد Y يساوي 10. واضح؟ إذا ضربت الثلاثة في القوس 6Y زائد 3 زائد Y، 6Y وY حيعطيني 7Y حتساوي 10، وحنقل الثلاثة في الطرف الآخر حتساوي 3 سالب 3. إذا Y طبعا حتساوي في الأخير كم؟ 7. إذا Y حتساوي 7 على 7 فيها كم؟ فيها 1. إذا قيمة Y الآن أوجدناها بواحد. حبدأ الآن أعوض بواحد في أي معادلة من المعادلات هذه أو أي معادلة من المعادلات وأوجد قيمة إيش؟ X. إذن خلوني أخذ المعادلة الأولى، المعادلة رقم واحد. لاحظوا معي حوجد قيمة Y الآن أو أعوض بواي في المعادلة، 3X زائد قيمة Y كم؟ قيمة Y واحد حتساوي 10. إذن 3X حتساوي 10، حشيل واحد في الطرف الآخر، 10 ناقص واحد 9. إذن 3X تساوي 9، هذا يعني أن X تساوي 9 على 3 وتساوي 3. إذن واضح عندي زوج مرتب الآن. لاحظوا معي الزوج المرتب، الإحداثي الأول هو X هو 3، الإحداثي الأول هو X، والإحداثي الثاني هو كم؟ هو Y. إذن مجموعة الحل عندي الجروب أوف سوليوشن أو مجموعة الحل هي
خلينا نسميها الجروب اوف سوليوشن، هي ثلاثه الزوج المرته مكون من ثلاثه وواحد. خلوني اتاكد بس من الحل، هل الحل صحيح او لا؟ لو رجعت للمعادله عوضت باكس بثلاثه، ثلاثه في ثلاثه تسعه، تسعه زائد واحد عشره، اذا صحيح. اعوض في المعادله الثانيه قيمة X بثلاثة ناقص اثنين في واحد باثنين، ثلاثة ناقص اثنين بواحد، إذا فعلا صحيح. إذا هذا الحل حل صحيح. إذا مرة أخرى الحل بطريقة التعويض، أمسك إحدى المعادلتين وأوجد قيمة X أو قيمة Y، ثم أعوض بقيمة X أو قيمة Y التي أوجدتها، أعوض بها في المعادلة الأخرى، ثم أوجد قيمة المجهول هذا الذي أصبحت فيه المعادلة في متغير واحد فقط. بعد ذلك إذا أوجدت قيمة X أو قيمة Y أرجع مرة أخرى للمعادلة وأوجد قيمة المتغير الآخر أو المجهول الآخر. طيب خلونا هنا أيضا أستخدم نفس الطريقة، أنا قبل شوية أوجدت قيمة X، خلوني الآن أوجد قيمة Y، وأنا لي مطلق الحرية سواء استخدمت أو أوجدت X أو أوجدت Y، طبعا يعتمد على أيهما أسهل بالنسبة لي. حسمي المعادلة الأولى واحد والثانية اثنين. خلوني أوجد قيمة Y من المعادلة الثانية أو X من المعادلة الأولى، كلها نفس الشيء. إذا أقدر أقول من المعادلة رقم 2، لاحظوا معي الآن y حتساوي، لاحظتوا المعادلة، حنقل السالب 2x في الطرف الأيمن، سالب 2x موجب 4، أضفت المعكوس الجمعي ل2x في الطرف الأيسر ثم أصبحت بالشكل. إذا عندي الآن معادلة جديدة، لو سميتها معادلة رقم 3 ما في إشكالية. الآن حرجع للمعادلة رقم 1، الآن من المعادلة 2 طلعت قيمة y، حرجع للمعادلة الأولى الآن وأعوض بواي في المعادلة، إذا لاحظوا معي تصبح إكس زائد، حشيل الآن طبعا الثلاثة زي ما هي، الواي هذه حشيلها وأضع بدلها قيمة، هذه قيمتها، قيمتها سالب 2X زائد 4، مضبوط؟ حيساوي طبعا 2، هذه معادلة الآن بسيطة جدا أتعامل معها الآن، أدخل أفك القوس زائد 3 في سالب 2 له سالب، 3 في سالب سالب 6X، و3 في موجب 4 موجب 12 حيساوي 2. x سالب 6x حيعطيني سالب 5x حيساوي 2، وحنقل 12 حصير سالب 12 طبعا بإضافة المعكوس الجمعي، إذا سالب 5x حيساوي سالب 10، ومنها x حتساوي سالب 10 على سالب 5 فيها كم؟ موجب 2، إذا حيساوي في الأخير 2. إذا قيمة x هي 2. خلوني الآن أعوض بالاثنين في أي واحدة من المعادلات اللي أمامي الآن، سواء في المعادلة الأولى أو الثانية أو حتى الثالثة. إذا خلوني أعوضها في المعادلة الأولى، أوكي؟ X قيمتها 2، إذا المعادلة رقم 1. X قيمتها 2 زائد 3Y حيساوي 2. إذا 3Y حتساوي 2، وأشيل 2 في الطرف الأيمن حتساوي 0. إذا Y حتساوي 0 على 3 وتساوي 0. إذا واضح عندي الـ group of solution أو مجموعة الحل هي X قيمتها 2 وواي قيمتها كم؟ صفر. طيب خلوني أرجع مرة أخرى وأتأكد من الحل، هل حلي صحيح أو لا؟ هعوض الآن بإكس باثنين وواي بصفر، اثنين زائد ثلاثة بصفر صفر، اثنين تساوي اثنين، صحيح. أعوض في المعادلة الثانية، اثنين في اثنين أربعة، أربعة زائد صفر بأربعة، إذن صح. إذا الآن أخذت طريقة الحل بالتعويض، حليت عليها المثال الأول ثم حليت المثال الثاني. أيضا لدي مثال ثالث، أيضا لدي المثال الثالث، لاحظوا معي حسمي هذا الأول واحد والمعادلة الثانية اثنين. إذا حمسك مثلا من المعادلة الأولى، إذا من المعادلة رقم واحد أنا بكيفي ممكن أطلع X أو أطلع Y، ما في إشكالية. خليني أطلع X، X حتساوي سالب Y موجب واحد، أوكي؟ الآن من المعادلة رقم اثنين، المعادلة رقم اثنين أبدأ أشيل X وأضع قيمة، هذه قيمة X، إذا اثنين حشيل X وأضع مدالها كم؟ سالب y بلس 1 زائد 3y حيساوي سالب 3. أفك القوس، إذا سالب 2y، 2 في موجب 1 موجب 2 زائد 3y حيساوي 3. سالب 2y وموجب 3y حتعطيني y حتساوي 3، وشيل 2 في الطرف الأيمن حتساوي كم؟ 1. إذا قيمة y هي 1. نعوض في المعادلة 1 أو في المعادلة 2 بكيفي، أعوض في المعادلة 1 أو المعادلة 2، أعوض عن قيمة y بواحد. لاحظوا معي الآن، إذا تصبح المعادلة رقم 1 مرة أخرى، x زائد y كم قيمتها؟ 1 حتساوي 1. إذا x حتساوي، حشيل الواحد في الطرف الآخر، 1 ناقص 1 حتساوي 0.
إذن الجروب of solution هي عبارة عن زوج مرتب إحداثيه الأول صفر وإحداثيه الثاني y اللي هو بواحد. طبعا لو قال لي واحد إيش رأيك لو وضعت هنا واحد وهنا صفر، هل الكلام هذا صحيح؟ طبعا كلام خاطئ، لأنك لما تضع واحد هنا كأنك تقول أن x قيمتها واحد، بينما x لاحظوا معي قيمتها كم؟ صفر. الزوج المرتب هو هو الإحداثيات التي نضعها في المستوى الإحداثي. المستوى الإحداثي إن شاء الله حناخذه بالتفصيل إن شاء الله في المقرر القادم. هذه محور y وهذا محور x. طبعا أي نقطة هنا في المستوى في أي مكان هي ممثلة بنقطة، بنقطة عبارة عن إحداثي الأول x وإحداثي الثاني y. ما يجوز أخربط بين x و y، يعني x و y لا تساوي y و x. هذه نقطة مهمة جدا إن شاء الله حاخذها في بالتفصيل في المقرر القادم إن شاء الله. إذا لاحظوا معي الزوج المرتب الآن صفر وواحد، خلوني أرجع وأتأكد هل حلي صحيح أم لا. هعوض الآن بإكس بصفر وأعوض بواي بواحد، صفر زائد واحد حتساوي واحد، نعم إذا صحيح. أعوض في المعادلة الثانية صفر في اثنين بصفر زائد ثلاثة في واحد إذا ثلاثة حتساوي سالب ثلاثة. قد يكون في مشكلة عندي هنا الواي، الواي طلعت عندي سالب، إذا قد يكون في خطأ بسيط أرجع أتأكد مرة أخرى. المعادلة اللي أمامي الآن x تساوي سالب y موجب واحد، أوكي؟ لاحظوا معي التأكيد، الآن حتى تأكدت اكتشفت فيه في خطأ بسيط عندي. إذا حمسك المعادلة الثانية اثنين في سالب y زائد واحد زائد ثلاثة y تساوي سالب ثلاثة، أوكي؟ قد يكون هذا الخطأ، لاحظوا معي اكتشفت الخطأ الآن. هنا سالب ثلاثة، طبعًا أنا ما نزلت السالب ثلاثة هنا، المفروض سالب ثلاثة، وهذا السبب للخطأ اللي عندي. إذا سالب ثلاثة سالب اثنين هتعطيني سالب خمسة. لاحظتم معي خطأ، بس فقط ما نزلت السالب، نزلتها موجب، سبب لي خطأ كبير جدا. إذا y حتساوي سالب 5 أعوض بها في المعادلة. لاحظوا معي x زائد y، إذا x سالب 5 حتساوي 1، إذا x حتساوي 1 زائد 5 x حتساوي كم؟ 6. الآن مرة أخرى x سالب 5 حتساوي 1، إذا x حنقل سالب 5 في الطرف الأيمن، إذا موجب 5 إذا x تساوي 6. إذا لو عوضت الآن x ب 6 و y x بكم؟ قلنا x ب 6 و y بسالب 5، y سالب 5. إذا مرة أخرى النقطة حتى تكون واضحة، x x قيمتها 6 و y قيمتها سالب 5. نتأكد نشوف. لو قلنا x ب 6 6 زائد ناقص 5 حتعطيني 1 إذا صحيح. لو عوضت هنا ب 2 في 6 ب 12، 12 ناقص 15 حيعطيني سالب 3 إذا صحيح. إذا فعلا الحل الصحيح هو 6 وسالب 5. أرجو أن تكون واضح. طبعا الخطأ اللي وقعنا فيه سالب 3 لما نزلتها هنا نزلتها موجب 3، طبعا تنزل بسالب 3. أوكي؟ إذا مرة أخرى الطريقة بسيطة جدا، الطريقة بسيطة جدا، طريقة التعويض. أوجد أوجد قيمة X أو قيمة Y ثم نعوض بها في المعادلة الأولى أو الثانية، ثم أستطيع إيجاد قيمة الزوج المرتب أو الحل لهذا النظام. طبعا الطريقة الأولى الآن هي طريقة التعويض. حبدأ الآن أحل لكم بطريقة الحل بالحذف. طريقة الحل بالحذف، كلمة الحذف نعني فيها الإليمينيشن اللي عملية الحذف، سواء حذف الإكس أو حذف الواي، حذف أحد المتغيرين. طيب حنشوف الآن هذا النظام الآن أمامكم الآن، لاحظوا معي، نعم 2X plus 3Y equals 6 and 3X minus 3Y equals 4. هذا النظام مكون من معادلتين خطيتين. الآن علي أني أحذف أحد المتغيرين، يا إما أحذف الواي يا إما أحذف الإكس. لو ركزت قليلا في النظام وجمعت الطرف الأيسر وجمعت الطرف الأيمن ممكن أحذف الواي، الواي ممكن تنحذف مع بعض. إذا أقدر أقول بالجمع، لاحظوا معي 2x plus 3x حيعطيني، طبعا هيسميها 1 لو أردت، وهذه حسميها 2. إذا أقدر أقول 1 زائد 2 إيش يصير معي؟ لاحظوا معي 2x زائد 3x حتعطيني 5x، 3y ناقص 3y حتعطيني 0 حيساوي 6 زائد 4 10. إذا 5x حتساوي 10، هذا يعني أن x تساوي 10 على 5 تساوي 2. الآن أوجدت قيمة x، علي الآن أني أوجد قيمة y باستخدام إحدى المعادلتين. إذا نعوض في إحدى المعادلتين لإيجاد
قيمة واي. حمسك مثلا المعادلة الأولى، ولتكن المعادلة الأولى 2، خلينا نقول المعادلة رقم 1 أصبحت 2، إكس الآن قيمتها 2 زائد 3 واي تساوي 6. إذا 4 زائد 3 واي تساوي 6، هذا يعني أن 3 واي تساوي 6 ناقص 4 وتساوي 2، هذا يعني أن واي تساوي 2 على 3. إذا الجروب أوف سوليوشن أو مجموعة الحل حتساوي إكس قيمتها 2 وواي قيمتها 2 على 3. خلونا نتأكد من الحل مرة أخرى. حضع بدل إكس 2، 2 في 2 4 زائد 3 مضروبة في 2 على 3 المفروض تساوي 6. 3 مع 3 تراحت، 4 زائد 2 تساوي 6 صحيح. حمسك المعادلة الثانية، 3 مضروبة في 2 ناقص 3 في 2 على 3 المفروض تساوي كم؟ 4. لاحظوا معي 3 مع 3 يبقى سالب 2، 6 سالب 2 حتعطيني كم؟ 4. إذا الحل صحيح. إذا فعلا مجموعة الحل هي عبارة عن عنصر واحد اللي هو الزوج المرتب الذي إحداثيه الأول X باثنين وإحداثيه الثاني هو Y اللي هو 2 على 3. خلوني أخذ أيضا النظام الثاني باستخدام طريقة الحذف. إذا بطريقة الحذف الآن أستطيع أحل هذا النظام. ممكن أتخلص، لاحظوا معي لو جمعت النظام، إذا أسمي هذه المعادلة رقم 1 وحسمي هذه المعادلة رقم 2. إذا لو جمعت 1 زائد 2 بحصل على، لاحظوا معي، X زائد سالب X بصفر زائد 5 زائد 2 Y حيعطيني 7 Y وسالب 1 وموجب 8 فيها 7. أوكي؟ إذن Y أو 7 Y حتساوي 7، هذا يعني أن Y تساوي 7 على 7 وتساوي 1. إذا كانت قيمة Y بواحد فإن X ممكن أوجدها الآن بكل بساطة. إذن من المعادلة 1 أو المعادلة 2 بكيفي، إذن X زائد 5 حشيل واي وضع بدالها 1 تساوي سالب 1. إذا إكس زائد 5 تساوي سالب 1، هذا يعني أن إكس تساوي سالب 1 سالب 5 وتساوي سالب 6. إذا عندي الآن الجروب أوف سوليوشن أو مجموعة الحل هي زوج مرتب إكس، آسف، عفوا الخطأ اللي صاير. نضغط الإيقاف. طيب سالب 1 سالب 5 سالب، إذا عندي X قيمتها سالب 6 و Y قيمتها كم؟ 1. طيب خلوني أتأكد مرة أخرى. سالب 6 زائد 5 تعطيني سالب 1 صحيح، وعوض المعادلة الثانية سالب سالب 6 موجب 6، موجب 6 وموجب 2 حيعطيني موجب 8، إذا صحيح. طيب نشوف النظام الثالث أيضا باستخدام عملية الجمع ممكن أتخلص من الإكس أو الواي. لاحظوا معي الآن لو جمعت الإكسات مع بعض طبعا لن تنحذف الإكس، لو جمعت الوايات أيضا لن تنحذف، فلا بد ألعب لعبة بسيطة جدا أحاول أخلي المعاملات متساوية. لاحظوا معي، تخيل الآن لو ضربت المعادلة الثانية الميزان، هذا احنا نسميه الميزان، لو ضربت الطرف الايسر والطرف الايمن ضربتها في موجب 2 وجمعتها مع المعادله الاولى ممكن اتخلص من الواي. اذا لاحظوا معي المعادله الاولى حسمي هذه 1 وهذه المعادله رقم 2، خلوا 1 زي ما هي، 1 كما هي، 3x ناقص 2y حتساوي 1. الان حضرب 2 حضربها في كم؟ اذا حضرب 2 في المعادله او في المعادله الثانيه، 2 في المعادله رقم 2، 2 في 2 4x وحضر ب 2 في y اذا زائد 2y وحضر ب 2 في 4 حيعطيني 8. لاحظوا معي الان هذا النظام، هذا النظام الجديد هو نفس النظام السابق بالضبط، ولكن ضربت المعادله الثانيه في 2، اذا نفس النظام بالضبط ولكن مضروب في كم؟ المعادله الثانيه مضروبه في 2. طيب لماذا ضربتها في 2؟ حتى استطيع بعمليه الجمع اتخلص، انا اتخلص من الواي في طبعا اتخلص من الواي في المعادلتين بنفس الوقت. طيب نشوف مع بعض اذا بالجمع الان، اذا بالجمع لاحظوا معي ايش بيصير الان، 3x و4x حيعطيني كم؟
سبعة إكس سالب اثنين واي وموجب اثنين واي حعطيني زيرو، حيساوي واحد زائد ثمانية حيعطيني كم؟ تسعة. إذا واضح إكس حتساوي تسعة على سبعة. طيب الآن كما تعودنا أوجدت قيمة إكس، علي الآن إيجاد قيمة واي. إذا نوجد إن شاء الله واضح، نعم نوجد قيمة واي. طيب إذا أنا حمسك المعادلة ولتكن مثلا المعادلة رقم اثنين، إذا المعادلة رقم اثنين أو المعادلة رقم واحد ما في إشكالية، اثنين حشيل إكس وأضع بدالها تسعة على سبعة، أوكي؟ زائد واي المفروض تساوي كم؟ أربعة. طبعا اثنين في تسعة كم؟ 18 على سبعة زائد واي تساوي أربعة. واي تساوي حنقل 18 على سبعة في الطرف الأيمن، أربعة ناقص 18 على سبعة. حبوحد المقامات الآن، حيكون هذا سبعة وهنا سبعة، هذا واحد طبعا. لو أوحد المقامات الآن، سبعة في أربعة كم؟ 28 وهنا 18. 28 ناقص 18 فيها كم؟ فيها 10 على المقام طبعا 7. إذا واضح عندي الآن y تساوي 10 على 7 و x تساوي 9 على 7. إذا أقدر أقول مجموعة الحل حتساوي ال x 9 على 7 بينما ال y 10 على 7. طبعا زوج مرتب، هذا إحداثي ال x وهذا إحداثي ال y. طيب بإمكاني الآن أعوض وأتأكد هل حلي صحيح أم لا. لو وضعت هنا، خلينا نعوضها هنا نتأكد. x قلنا قيمتها 9 على 7، إذا 3 في 9 على 7 اوكي ناقص 2 y اللي هو 10 على 7 المفروض تعطيني 1. 3 في 9 كم؟ 27 على 7 ناقص 2 في 10، 2 في 10 20 على 7 تساوي، المفروض تساوي 1. 27 ناقص 20 فيها 7 على 7، 7 على 7 كما تعلمون حتساوي 1، إذا فعلا صحيح. حبدأ أجرب نفس الزوج المرتب، حجربه على المعادلة الثانية. إذا المعادلة الثانية هذه المعادلة الأولى، المعادلة الثانية بنفس الطريقة حجرب الحل. 2 ضرب 9 على 7، 9 على 7 قيمة X زائد Y قيمتها 10 على 7 المفروض يعطيني 4. 2 في 9 كم؟ 18 على 7 زائد 10 على 7، 18 و 10 تعطيني 28 على 7. كلكم تعلمون طبعا أن 28 على 7 فيها كم؟ فيها 4، إذا 4 تساوي 4، إذا الحل صحيح. لاحظوا معي هذه التأكد مهم جدا، تتأكد في طرف أو في الهامش حتى تتأكد أن حلك صحيح. طيب حشوف أيضا النظام الرابع، علي أن أحل هذا النظام باستخدام طريقة الحذف. إذا بنفس القضية بالضبط، لو جمعت المعادلتين مع بعض لن أتخلص من الواي أو الإكس، فلابد أعمل حيلة أخرى. الحيلة طبعا بكل بساطة، ممكن أضرب مثلا في أربعة في المعادلة الأولى، لاحظوا معي لما أضرب في أربعة تتخلص، أو أضرب في سالب اثنين في المعادلة الأولى، أنا لي خيارات كثيرة جدا. إذا ممكن أضرب في سالب اثنين، إذا لاحظوا معي الآن سالب اثنين حضربها في المعادلة الأولى، المعادلة الأولى اللي هي x minus y تساوي 5، والمعادلة الثانية تبقى كما هي 2x plus 4y حتساوي negative 3. لما أضرب الآن لاحظوا معي شو بيصير معي، سالب 2x حتصبح النظام الآن سالب 2x موجب 2y حيساوي سالب 2 في 5 سالب 10، والمعادلة الثانية كما هي 2x plus 4y equals negative 3. الآن بالجمع أقدر أجمع الآن، حيبقى عندي 6y حيساوي سالب 10 سالب 3 سالب 13، هذا يعني أن y تساوي سالب 13 على 6. حوجد الآن قيمة x باستخدام المعادلة الأولى، إذن x ناقص 13 على 6 حتساوي 5، x زائد 13 على 6 سالب في سالب موجب حتساوي 5، إذن x حتساوي 5 ناقص 13 على 6. أحاول الآن أوحد المقامات، ما أنسى أن مقام الخمسة واحد، حضرب في 6 هنا 6 وهنا 6، 6 في 5 30، ويبقى هذا كما هو. 30 ناقص 13 فيها كم؟ فيها 17، إذن 17 على 6. إذن قيمة y هي 17 على 6. إذن الجروب اوف سوليوشن أو مجموعة الحل هو قيمة x، عفوا هذه x طبعا، x تساوي 17 على 6
والواي تساوي سالب 13 على 6. خلوني أتأكد أيضا حتى أطمئن من الحل. ممكن أتأكد هذا النظام أمامي الآن. حضع الآن قيمة x ب 17 على 6، إذا 17 على 6 ناقص طبعا المعادلة رقم 1، y قيمتها سالب 13، إذا سالب 13 على 6 المفروض يعطيني الجواب كم؟ 5. طيب إذا 17 على 6 ناقص ناقص يعني موجب 13 على 6، 17 و 13 فيها 30 على 6، طبعا المفروض يعطيني الجواب 5. 30 على 6 أكيد فعلا 5 يساوي 5. هذه المعادلة الأولى تأكدت منها. هتأكد من الحل في المعادلة الثانية، المعادلة رقم 2. إن شاء الله واضح. نعم 2 في 17 على 6 زائد 4 قيمة y كم؟ سالب 13 على 6 المفروض يعطيني نيجاتيف 3. طيب 2 في 17 أو ممكن حتى أوكي ممكن اختصرها ما في اشكالية، 2 في 17 فيها كم؟ 34 على 6 ناقص 4 في 13 52، 4 في 10 40، 4 في 3 12 ناقص 52 على 6 حيساوي سالب 3. خليني اجمعها الآن. 34 ناقص 52 فيها 18، فيها سالب 18 فعلا. إذا 52 ناقص 34 فيها 18، نعم حيساوي المفروض سالب 3. سالب 18 على 6 فيها فعلا سالب 3 تساوي سالب، إذا الحل صحيح. طيب إذا واضح الآن أني انتهيت من طريقة الحل بالحذف وطريقة الحل بالتعويض. طريقتين طبعا طريقتين سهلة جدا. في الاختبار أنا بعطيك مثلا نظام بقول لك حل هذا النظام، لك مطلق الحرية، حله بالتعويض حله بالحذف بكيفك. إذا أنا بقدم لكم نظام أو المادي والنظام نظامين الله العالم، لكن مطلوب منك إيجاد الحل، فممكن تحله بالحذف ممكن تحله بالتعويض اللي يناسبك أو بأي طريقة أخرى. إحنا طبعا في الباب السابع هنأخذ طريقة الحل باستخدام المحددات، وقد نأخذ الحل باستخدام المصفوفات، فلك مطلق الحرية. طيب نأتي الآن إلى معادلات الدرجة الثانية في مجهول واحد. معادلات الدرجة الثانية في مجهول واحد نسميها طبعا الكوادراتيك كويشنز أو المعادلات التربيعية، وهي على الصورة AX سكوير بلس BX بلس C is equal to zero. هذه المعادلة هي معادلة من الدرجة الثانية. طبعا شرط مهم جدا، A is not equal to zero. لو كانت الA بصفر لأصبح الحد الأول مش موجود، أصبحت معادلة إيش؟ معادلة خطية. فلذلك شرط مهم جدا أن الA is not equal to zero. ايضا الاي والبي والسي كلها اعداد ايش؟ اعداد حقيقيه. الان حنستخدم عده طرائق لحل هذه المعادله. حستخدم التحليل، حستخدم اكمال المربع، حستخدم ايضا القانون العام، وممكن نستخدم ايضا الحل او التحليل البسيط. هي عده انواع ان شاء الله من طرائق الحل. فنشوف مع بعض الطريقه الاولى، طريقه الحل باستخدام التحليل. لاحظوا معي هذه المعادلة البسيطة جدا، ممكن أحللها أحللها إلى 2 factors أو إلى عاملين. بكل بساطة ممكن أقول عددان حاصل ضربهما 6 وحاصل جمعهما 5 اللي هما كم؟ اللي هما 5 و 1. إذن العددين هما 5 و 1. إذن أقدر أقول x plus 5 مضروبة في x plus 1 حيساوي 0. لو ضربت القوسين دول في بعض، خلوني أضربها لكم حتى نتأكد. x زائد 5 أضربها في x بلس 1، لو ضربتهم أكيد حيعطيني مين؟ حيعطيني المعادلة الرئيسية. نتأكد، يلا x في x، x تربيع كما تعلمنا في الضرب في الباب الأول والثاني. x في 5 5x، 1 في x موجب x، 1 في 5 موجب 5 ولا لا؟ أوكي طبعا واضح اللي حيعطيني حل غلط. إذا x تربيع زائد 6x زائد 5، إذا واضح التحليل خاطئ. إذا التحليل خاطئ، إذا أجرب عددين آخرين، عددين حاصل ضربهما 6 وحاصل جمعهما 5. العددين دولي 1 و 5 حاصل ضربهما 5 وليس 6. طبعا واضح أني هستخدم عددين آخرين هما 3 والاثنين. طبعا أسلم طريقة إذا أردت ذلك تحاول تجيب كل الأعداد التي حاصل ضربها 6، أو نسميها العوامل الأولية لستة. لو قلنا ستة
وستة ضرب واحد، سالب ستة ضرب سالب واحد، ثلاثة ضرب اثنين، سالب ثلاثة ضرب سالب اثنين، وهكذا. إذا واضح عندي العدد المطلوب هو ثلاثة واثنين، إذا أقدر أقول ثلاثة أو x زائد ثلاثة و x زائد اثنين. إذا لو جيت أضربها مرة ثانية، هذا كل التفصيل لكم، x زائد ثلاثة في x زائد اثنين، أضربهم الآن ونشوف. x في x، x تربيع، x في ثلاثة، ثلاثة x، واثنين في x باثنين x، واثنين في ثلاثة بموجب ستة. لو جمعتهم x تربيع زائد خمسة x زائد ستة. إذا أقدر أقول لكم الآن أن العددان هما موجب ثلاثة وموجب اثنين. إذا إما القوس الأول x plus 3 equals 0، هذا يعني أن x تساوي سالب ثلاثة، أو القوس الثاني x plus 2 تساوي صفر، إذا x تساوي سالب اثنين. إذا عندي الآن قيمتان هما x تساوي سالب ثلاثة و x تساوي سالب اثنين، إذا مجموعة الحل هي سالب اثنين وسالب ثلاثة، تحقق طبعا هذه المعادلة. طيب نشوف المعادلة الأخرى، عددان حاصل ضربهما سالب أربعة وحاصل جمعهما سالب ثلاثة. إذا واضح بعضكم بيقول مباشرة هو سالب أربعة في موجب واحد، أقول لك صح سالب أربعة وموجب واحد، ولكن أسلم شيء حاول دائما تجيب الأعداد اللي حاصل ضربها سالب أربعة بشكل عام. خلينا نقول سالب أربعة ضرب واحد، ممكن نقول سالب اثنين ضرب اثنين، وممكن نقول أيضا موجب أربعة ضرب سالب واحد. طيب الآن الشرط الثاني أن حاصل مجموعهما يعطيني سالب ثلاثة، أربعة وموجب سالب واحد يعطيني موجب ثلاثة، إذا ما ينفع سالب اثنين يعطيني صفر ما ينفع، لكن سالب أربعة وموجب واحد هيعطيني سالب ثلاثة. إذا أقدر أقول أن الحل هو x سالب أربعة في x زائد واحد يساوي صفر، هذا يعني أن x تساوي أربعة، هذا الحل الأول، وأيضا x تساوي سالب واحد. لو تحب تعوض في المعادلة عوض عشان تتأكد، ما في إشكالية. لو عوضت بأربعة، أربعة هنا x تساوي أربعة، أربعة في أربعة 16 ناقص 4 في 3 12، 16 ناقص 12 4، 4 ناقص 4 تساوي 0، إذا الحل صحيح. لو عوضت بسالب 1، سالب 1 تربيعي ب 1، 1 ناقص 3 في سالب 1 موجب 3، 1 زائد 3 4، 4 ناقص 4 ب 0، إذا الحل صحيح. وأيضا ممكن تجرب في المعادلة الثانية، المعادلة الأولى عفوا، عوض بسالب 2 وعوض بسالب 3 وشوف معك. لو عوضت بسالب 2، سالب 2 تربيع موجب 4، موجب 4 سالب 10 هيعطيني سالب 6، سالب 6 وموجب 6 هيعطيني صفر. وهأيضا لو عوضت بسالب 3 نفس القضية بالضبط. طيب نشوف أيضا هذه المعادلة أيضا بنفس القاعدة بالضبط. ممكن هنا استخدم طريقة تحليل بسيطة أخرى، لحظة معي، ممكن أضع المعادلة بالصورة التالية، 2x سكوير هشيل 5x في الطرف الأيسر، سالب 5x تساوي صفر. هذه المعادلة طبعا أستطيع أن أحلها بالتحليل. احنا اخذنا ايضا نوع من انواع التحليل، وهو النوع التحليل باخذ العامل المشترك، الكومن فاكتور او العامل المشترك. هنا واضح الاكس هو العامل المشترك، حيبقى عندي 2 ضرب اكس، لو ضربت اكس في 2 اكس تعطيني 2 اكس تربيع، ناقص 5، طبعا طلعت الاكس برا، اضرب اكس في سالب 5 تعطيك سالب 5 اكس، سالب 5 اكس نعم حتساوي صفر. اذا اما اكس تساوي 0 هذا الحل الاول، او 2 اكس minus 5 تساوي 0، إذا 2x تساوي 5، يعني x حتساوي 5 على 2. إذا مجموعة الحل عندي هي مثلا 0 و 5 على 2. طبعا البعض يقول ليش ما تحط هنا زوج مرتب؟ طبعا هذا ليست زوج مرتبة، هنا إحداثيات x فقط، x تساوي 0 وهنا x تساوي 5 على 2، y مش موجودة y، واضح؟ لكن لو أردت أرسم هذه الدالة أو أرسم هذه المعادلة حيكون عندي مقطع الواي، طبعا هنا النقاط التي تقطع أو إحداثي X وإحداثي Y لو عوضت بها يعطيني صفر، إذا ممكن أقول صفر مع صفر وخمسة على اثنين وصفر، لو أحولها إلى زوج مرتبة إذا كأنها صفر وصفر وخمسة على اثنين مع صفر. أوكي؟ طيب المهم أنا عندي هنا فقط الجروب أوف سوليوشن ومجموعة الحل. طيب بنفس الطريقة هذه المعادلة، إذا أحاول أحللها بنفس القاعدة اللي قبل قليل، أجيب عددين حاصل ضربهما موجب 9 وموجب 12 ما ينفع عشان عندي هنا 4، إذا ممكن أحولها بالشكل التالي، عبارة عن 2x في 2x أيضا، ثم أحاول أحلل القيمة هذه معي،
لو وضعت ثلاثة وموجب واحد مثلا، وجرب وشوف. أنا بترك لكم، أنا حليت لكم سابقا طبعا. نفس القضية هنا عشان الوقت بس. نعم نفس القضية عشان الوقت بس فقط. هنا أيضا هذا المثال مشابه لهذا المثال أيضا، أنقل في الطرف الأيسر وحل بنفس الطريقة. أيضا هذا المثال مختلف قليلا، لاحظوا معي. X تربيع ناقص 6X، حشيل الخمسة في الطرف الأيمن، حتصير سالب 4، أو حتى أدخل، عفوا أدخل سالب 4 هنا مو مشكلة. إذا مرة أخرى X تربيع ناقص 6X موجب 5، وأدخل السالب 4 حتصير موجب 4 حتساوي 0. إذا كان المعادلة X تربيع ناقص 6X زائد 9 تساوي 0. هذه معادلة أيضا أبا حاول أحلها باستخدام التحليل، عددان حاصل ضربهما 9 وحاصل جمعهما سالب 6، واضح أنهما العددين هما سالب 3 وسالب 3. إذا أقدر أقول X سالب 3 في X سالب 3 يساوي 0، أو كأنها X سالب 3 تربيع تساوي 0. هذا يعني أن X تساوي 3 مكرر. لماذا مكرر؟ لماذا مكرر؟ لأن المعادلة تربيعية، يجب أن يكون عندي حلان لهذه المعادلة. طيب أيضا بنفس الطريقة، هذه طبعا الكلام هذا كله اللي سبق كان باستخدام التحليل فقط، باستخدام التحليل. نأتي الآن إلى استخدام أو طريقة ثانية، وهي استخدام طريقة الحل باستخدام خاصية إكمال المربع. إكمال المربع بكل بساطة، تأخذ معامل X، هذا معامل X، وتقسمه على 2 وتربعه وتضيفه للطرفين. إذا أخذ معامل X أربعه، ثم نصف معامل X طبعا، ثم أربعه ثم أضيفه للطرفين. طبعا مثلا هنا لو أحب أخذ نصف معامل X هو 3 على 2 أو 7 على ربعة، حيعطيني 9 على 4. نفس القضية هنا حيعطيني 25 على 4. طيب خلوني أحل هذه المعادلة الآن. واضح أن الآن عندي نصف معامل X له كم؟ 6. نصف معاملها له 3. إذا ممكن تعتبر المعادلة بالشكل التالي، X تربيع زائد 6X، ممكن أشيل 2 في الطرف الأيمن، سابني حتصير موجب 2. الآن نصف معامل 6 له 3، إذا X تربيع زائد 6X نصفها 3، ربعها حتعطيني 9، 2 أيضا زائد 9. سويت أنا نصف معامل 6، نصف معامل X له 6 نصفها كم؟ 3، ربعها حتعطيني 9، ثم أضيف 9 للطرفين. إذا هذه المعادلة أنا أمامنا، X تربيع لو حللتها عبارة عن X زائد 3 تربيع، إذا أخذ الجذر الأول وجذر الثالث، حيساوي طبعا 11. إذا هذا يعني أن X زائد 3 بأخذ الجذر التربيعي طبعا، حيساوي موجب وسالب 11. أوكي؟ هذا يعني أن X حتساوي موجب وسالب 11 ناقص 3. إذا عندي الآن قيمتين، مرة موجب 11 وسالب 3، ومرة إيش؟ إذا خلنا نقول X1 الأولانية، أخذ الموجب 11 ناقص 3 فيها كم؟ فيها 8. إذا القيمة الأولى 8. القيمة الثانية حأخذ سالب 11 سالب 3 حتساوي سالب 14. إذا عندي الآن قيمتان لهذه المعادلة، هي موجب 8 وسالب 14. لو عوضت بها في المعادلة هذه إن شاء الله حصل على النتيجة. طيب خلوني أتأكد بس من الحل مرة أخرى، قد يكون في خطأ عندي. X تربيع زائد 6X حتساوي موجب 2، نعم. X تربيع زائد 6X نصف معامل 6 هو 3، ربعة حيعطيه 9 زائد 9. أوكي. إذن X تربيع زائد 6X زائد 9، لو أخذت الجذر الأول X زائد 3 الكل تربيع حيساوي كم؟ 11. طبعا هنا جذر 11، أحسن. إذن هنا فعلا جذر 11، إذن أخذ الجذر التربيع للطرفين، إذن جذر 11، إذا حيكون هنا جذر 11 عفوا، وهنا أيضا القيمة السالبة لجذر 11. إذا مرة أخرى، القيمة الأولى هي جذر 11 ناقص 3، والقيمة الثانية هي سالب جذر 11 سالب 3. إذا هنا بأخذ الجذر التربيعي، الجذر التربيعي للطرفين، إذا بأخذ الجذر التربيعي للطرفين، إذا جذر الأول هو X زائد 3، وجذر 11 طبعا هو جذر 11 بالشكل التالي، جذر أصل. طيب نأتي الآن إلى المعادلة التي أيضا تليها بنفس الطريقة بالضبط. ممكن أنا أقسم على 2 حتى أبسط المعادلة. إذن بالقسمة على 2، لاحظوا معي. إذن X تربيع ناقص 2X زائد 3 على 2 تساوي 0. سويت أنا قسمت على 2 في المعادلة،
حتى أبسطها. إذا ممكن أنا تصير عندي المعادلة x تربيع ناقص 2x حتساوي سالب 3 على 2، نقلت هذه في الطرف الأيمن حتى أتعامل مع الطرف الأيسر الواحد. إذا نصف معامل x له سالب 1، إذا x تربيع سالب 2x نصفها 1، إذا حضيف 1 للطرفين حيساوي سالب 3 على 2 زائد 1. إذا الآن ممكن أصبح مربع كامل، حيكون عندي x ناقص جذر الواحد بواحد تربيع، حيساوي خلينا واحد هذه بس واحد المقامات، حتصير سالب كم؟ سالب نص. ليش؟ لأن سالب 3 على 2 زائد 2 على 2 لو وحدتها حصير سالب 1 على 2، إذا حيساوي كم؟ سالب نص. طيب الآن بيأخذ الجذر التربيع للطرفين، x سالب 1 حيساوي موجب وسالب جذر سالب نص. هذه الكمية كمية تخيلية أو كمية غير حقيقية، لا أستطيع أحلها في مجموعة الأعداد الحقيقية وحلها في مجموعة الأعداد المركبة. إذا أقدر أقول هنا لا يوجد حل حقيقي، ولكن يوجد حل مركب إن شاء الله حنتطرق لها إن شاء الله في مقرر آخر اللي هو I، ممكن أحولها إلى أعداد إيش مركبة. طيب مرة أخرى إيش سويت أنا؟ قسمت على 2 في المعادلة، إذا x تربيع ناقص 2x زائد 3 على 2، نقلت 3 على 2 على الطرف الأيمن، إذا x تربيع ناقص 2x حتساوي سالب 3 على 2، نصف معامل x له 2 نصفه بواحد ربعها حيصير واحد، أضيفها للطرفين، ما أنسى طبعا سالب 3 على 2 لما أجمعها مع واحد لابد واحد المقامات، 2 على 2، سالب 3 موجب 2 له سالب 1 على 2، إذا صار عندي عدد إيش؟ عدد مركب. طيب هذه المعادلة أيضا بنفس القاعدة بالضبط، ممكن أقول x تربيع زائد 3x حيساوي 2، نقلت 2 في الطرف الأيمن، الثلاثة طبعا نصفها اللي هو 3 على كم؟ على 2، لو ربعتها الآن ربعتها تعطيني كم؟ 9 على 4، إذا x تربيع زائد 3x زائد 9 على 4 اللي هو نصف معامل x تربيع حيساوي 2 زائد 9 على 4. طبعا لو أخذت الجذر التربيعي للطرفين هذا الآن مربع كامل، إذا x زائد 3 على 2 الكل تربيع حيساوي لو وحدت المقامات هنا حيكون عندي هنا 4 زائد 4 هنا طبعا 4 في 2 8 8 على 4 إذا 8 زائد 9 كم 17 إذا 17 على 4. الآن بيأخذ الجذر التربيعي للطرفين، بيأخذ الجذر التربيعي للطرفين، إذا x زائد 3 على 2 حيساوي موجب وسالب جذر 17 على 2، طبعا اخذت جذر 14 اللي هو كم؟ ب 2، ممكن خليها بشكل كذا يلا ما في اشكاليه، جذر كامل مره، اذا اكس حتساوي موجب وسالب جذر 17 على 4 سالب 3 على 2، اذا انا عندي قيمتين، مره اخذ القيمه الموجبه ومره اخذ القيمه السالبه. نفس القضية هنا بالضبط، لاحظوا معي، إذا بالقسمة للتبسيط بالقسمة على 3، لو قسمت على 3 x تربيع ناقص 4x زائد 1 تساوي 0، إذا أقدر أحلها الآن x تربيع ناقص 4x تساوي سالب 1، نصف الأربعة اللي هو 2 تربيع بأربعة، إذا x تربيع ناقص 4x نصف الأربعة 2 ربعها تعطيني 4 حتساوي سالب 1 زائد 4، هنا حيكون مربع كامل x ناقص 2 الكل تربيع حيساوي سالب 1 وموجب 4 موجب 3، إذا x ماينس 2 باخذ الجذر التربيعي للطرفين حيساوي موجب وسالب سكويرت اوف 3 أو جذر 3، إذا x حتساوي موجب وسالب جذر 3 موجب 2، إذا عندي قيمتين، مرة باخذ الموجب جذر 3 مع الاثنين ومرة باخذ قيمة السالب مع جذر الاثنين. طيب آخر نقطة عندي في المحاضرة اليوم وهي استخدام القانون العام لحل المعادلات من الدرجة الثانية. طبعا القانون العام كما ترون هو على الصورة x تساوي أو الحل عفوا x تساوي سالب b زائد أو ناقص سكويرت اوف b سكوير ماينس 4ac ديفايد باي 2a، إذا هذا هو نسميه إيش؟ القانون العام. طبعا ما أنسى هذه البي تربيع ناقص 4ac يسمى المميز، وقلنا في أثناء المحاضرة السابقة المحاضرة الخاصة بالدرس هذا أن المميز له ثلاث حالات، إذا كان القيمة الموجبة للمميز يعني أكبر من صفر فإنه يوجد حلان حقيقيان، أما إذا كان المميز يساوي صفر فهذا يعني أنه يوجد حل واحد حقيقي ولكنه مكرر، أما إذا كان المميز قيمة سالبة فهذا يعني أن هناك حلان تخيليان
وهما عبارة عن جذران مترافقان. طبعا هذا الحل لا ينتمي لمجموعة الأعداد الحقيقية وإنما ينتمي لمجموعة أخرى وهي مجموعة الأعداد المركبة. أوجد نوع الحلول للمعادلات التالية. طبعا هنا حتى أوجد نوع الحل معناته لابد أحسب المميز. نحسب المميز. طيب لو حسبت المميز هنا ما تنسى A تساوي 2 و B تساوي سالب 4 و C تساوي 1. أوكي؟ طبق المميز الآن. B تربيع كم؟ اللي هو 16. أنا جالس أطبق المميز. ناقص 4 في A ب 2 ضرب 1 اللي هو C حيساوي طبعا 16 ناقص 8 ويساوي موجب 8. إذا الحل هنا أكبر من صفر ولا لا؟ إذا يوجد هنا كم حل؟ إذا يوجد حلان حقيقيان. أوكي؟ لماذا؟ لأن المميز أكبر من صفر. طب نشوف هنا مع بعض. A تساوي 2 B تساوي سالب 4 و C تساوي 2. هطبق المميز الآن. B تربيع اللي هو كم؟ 16 أيضا ناقص 4 في A 4 في 2 في A في C أيضا في 2 حيعطيني 16 ناقص 16 يساوي 0. أوكي؟ إذا معناتها أن هذا المميز هو يساوي 0. معناتها إيش؟ معناتها أن يوجد حل واحد مكرر. يوجد حل واحد مكرر حقيقي. طبعا حل حقيقي مكرر. طيب بالنسبة لهذا الآن بنفس الطريقة A تساوي 2 B تساوي نيجاتيف أو سالب 4 و C تساوي 3. لو عوضت فيها الآن B تربيع له 16 ناقص 4 في A في C. C عندي كم؟ 3. حيساوي 16 ناقص 4 في 2 8 8 في 3 24. 16 ناقص 24 فيها كم؟ فيها سالب 8. سالب 8 أقل من صفر. إذن يوجد كم حل؟ يوجد حلان حسب ما ذكرنا قبل شوية تخيليان أو غير حقيقيان. غير حقيقيان. أوكي؟ تخيليين أو غير حقيقيين أو مركبان. طبعا مو مركبان أفضل. طيب خلوني الآن أحل هذه المعادلة باستخدام القانون العام. حتى أحل هذا باستخدام القانون العام أفضل شيء دائما حاول توجد المعاملات A باثنين B سالب 6 و C تساوي 5. إذا القاعدة تقول X تساوي سالب B سالب سالب يعني موجب 6 زائد أو ناقص B تربيع اللي هو كم؟ 36 ناقص 4 لو فتحت القوس 4 في A في C على 2 في A. 2 في 2 كم؟ 4. حيساوي 6 زائد أو ناقص الجذر 36 ناقص 4 في 2 8 8 في 5 40 على 4. إذا وضع عندي هنا حيعطيني زائد أو ناقص حيعطيني سالب 4. سالب 4 على 4. واضح الحل هنا حل أو حلان مركبان أو خلينا نقول مركبان. نعم حلان مركبان. أعيدها مرة ثانية. الـ A بـ 2 الـ B بسالب 6 والـ C بـ 5 ولا لا؟ طيب إذا X تساوي B تربيع له 36 هنا 36 نعم 36. إذا B تربيع تساوي 36 زائد أو ناقص B أو سالب B زائد أو ناقص سالب B زائد أو ناقص B تربيع عندي 36 ناقص 4 A في C 4 في 2 في C اللي بخمسة 4 في 2 8 8 في 5 40. إذا واضح هنا حل إيش أو حلان مركبان. ما أنسى سالب B سالب B قلنا سالب في سالب موجب يعني تعطيني موجب 6 صحيح. إذا موجب 6 إذا الحل مرة ثانية X حتساوي موجب 6 زائد أو ناقص سالب 4 مقسومة على كم؟ على 4. طبعا هنا ممكن إذا أردتم توسعوا الحلقة 6 زائد أو ناقص ممكن تقول جذر 4 اللي هو ب 2 I على 4. طبعا أنا بوضح إن شاء الله لاحقا في المقرر القادم متى أو كيف أتعامل مع الأعداد المركبة أو الأعداد التخيلية. طيب أيضا بحل هذه المعادلة بنفس الطريقة. A تساوي 1 B تساوي 3 و C تساوي 2. حطبق القاعدة X تساوي سالب B إذا سالب 3 زائد أو ناقص B تربيع عندي 9 ناقص 4 أفتح قوس 4 في A في C. C كم ب 2 نعم على 2 A 2 في 1 ب 2 حيساوي سالب 3 زائد أو ناقص
تسعة، أربعة في أربعة في ثمانية أو أربعة في اثنين بثمانية، إذا ناقص ثمانية على اثنين، وحيساوي سالب ثلاثة زائد أو ناقص تسعة ناقص ثمانية بجذر واحد، إذا جذر واحد على اثنين، حتساوي في الأخير سالب ثلاثة زائد أو ناقص واحد على اثنين. طبعا هنا ممكن مرة تأخذ القيمة السالبة ومرة تأخذ القيمة الموجبة. إذا عندي x1، نوضح هنا أكثر، إذا x1 حتساوي سالب ثلاثة موجب واحد، إذا سالب اثنين على اثنين، سالب اثنين على اثنين وتساوي سالب واحد، هذه القيمة الأولى. القيمة الثانية حأخذ الموجبة، سالب ثلاثة أو القيمة السالبة، سالب ثلاثة سالب واحد سالب أربعة، سالب أربعة على اثنين وتساوي سالب اثنين. إذا عندي الآن قيمتين ممكن أتأكد، لو أردت أحب أتأكد من الحل، عوض بسالب واحد وعوض بسالب اثنين، سالب واحد تربيع بواحد، سالب ثلاثة سالب أربعة ولا لا، إذا واحد مرة حأعوض بسالب واحد، إذا سالب إذا بواحد، نعم واحد ناقص ثلاثة، إذا ناقص اثنين، ناقص اثنين موجب اثنين بصفر، إذا صحيح أعوض بالثاني سالب اثنين، سالب اثنين تربيع له أربعة، أربعة ناقص ستة بسالب اثنين، سالب اثنين زائد اثنين بصفر، إذا حل صحيح. طيب أيضا بنفس القاعدة المعادلة الثانية، أيضا المعادلة الثانية بنفس القاعدة، A تساوي واحد، B تساوي ثلاثة، وC تساوي ستة. إذا X حتساوي سالب B زائد أو ناقص ب تربيع له تسعة ناقص أربعة A في C في ستة على اثنين A، اثنين في واحد باثنين. طبعا لو حسبتها الآن حتصير سالب ثلاثة زائد أو ناقص تسعة ناقص أربعة في ستة بأربعة وعشرين، إذا واضح الكمية سالبة عندي على اثنين. واضح يعطيني عدد تخيلي طبعا أو عدد مركب، تسعة ناقص اللي فيها كم، فيها سالب خمسة عشر، مضبوط، إذا حيساوي سالب ثلاثة زائد أو ناقص جذر سالب خمسة عشر على اثنين. طبعا هنا حيكون تخيلي لو أردت ذلك، سالب زائد أو ناقص جذر خمسة عشر آي على اثنين. طيب نفس القضية هنا بالضبط، هنا ممكن أستخدم القانون العام مستخدم التحليل. إذا لو أستخدم القانون العام A تساوي واحد، B تساوي ثلاثة، وC تساوي صفر، C غير موجودة معناتها قيمتها بصفر. إذا x تساوي سالب b اللي هو سالب ثلاثة زائد أو ناقص b تربيع تسعة ناقص أربعة a في صفر، يعني بصفر على اثنين a على اثنين، حيساوي سالب ثلاثة زائد أو ناقص جذر تسعة بكم، ثلاثة على اثنين. هذا يعني أن x1 أو x الأولى سالب ثلاثة زائد ثلاثة بصفر على اثنين وتساوي صفر، إذا الحل الأول صفر. الحل الثاني هاخذ القيمة الموجبة، سالب ثلاثة عفوا القيمة السالبة على اثنين حيساوي سالب ستة على اثنين حتساوي سالب ثلاثة، هاخذ القيمة السالبة. إذا عندي الآن القيمة الأولى صفر والقيمة الثانية كم، سالب ثلاثة. لو أحب أتأكد، صفر زائد صفر بصفر، عوض بسالب ثلاثة تسعة ناقص تسعة بصفر، أيضا صحيح. طب هنا هذه المعادلة أيضا أستطيع أحلها بطرق كثيرة، ممكن أول حل بسيط، X تربيع تساوي أربعة، X تساوي موجب وسالب اثنين بكل بساطة. لو أحب أحلها بطريقة القانون العام، A تساوي واحد، B تساوي صفر، وC تساوي سالب أربعة. إذا X تساوي سالب B اللي هو بصفر زائد أو ناقص B تربيع بصفر ناقص أربعة AC ناقص أربعة في واحد في سالب أربعة على اثنين A على اثنين. طبعا هنا سالب في سالب موجب، إذا كأنها موجب وسالب جذر 16 على اثنين، ويساوي موجب وسالب أربعة على اثنين. إذا واضح أنها الحل هو موجب وسالب اثنين زي ما حسبنا، نعم إذا فعلا X تساوي موجب وسالب اثنين. طيب كذا نكون انتهينا من الباب الفصل الخامس. طبعا انا ذكرت لكم ممكن اعمل مراجعه الباب الخامس والسادس، ولكن الوقت لم يكفي، فان شاء الله المحاضره القادمه أشتغل فيها الباب السادس وان شاء الله الباب السابع باذن الله. ختاما اشكركم جميعا على حسن اهتمامكم، ودعواتي لكم جميعا بالتوفيق والنجاح. اتمنى فعلا طريقه المراجعه هي طريقه سريعه جدا لحل التمارين،
طبعا أنت حتى تعمل مراجعة فأنت أولا تنظر إلى المحاضرات المسجلة لأن فيها شرح مفصل للقاعدة للنظرية، ثم أبدأ أحل فيها التمارين وأعطيتك أمثلة تحلها أو تمارين تحلها. بعد ذلك ممكن تناظر المحاضرات المراجعة وتستفيد من الحلول. أشكركم مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.